ثانيا يعني لاحظت انه الوسائل الاعلام هنا والميديا اكثر اقترابا او خلينا نقول انه اعترافا بحق الفلسطينيين من 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 الامريكا. سفرتك اليوم شلونها؟ حلوه؟ والله طبعا لطيفه ولطيفه. بس انت وحدك، وين الاهل وين الاولاد؟ زوجتي المفروض تجي وياي، بس لانه كانت معزومه سابقا على عرس، فهي راحت فضلت تروح للعرس. هو يعني زواج احدى صديقاتها او بنت احدى صديقاتها. دكتور حميد عبد، مهندس معماري، استشاري قانوني وخبير هندسي، صحيح؟ أهلا وسهلا بك. أشكرك. فترة وجودك في بريطانيا، ذكرت لي أنه أنت صار لك 48 سنة بالغربة، حياتك بالغربة هنا شلونها؟ أنت يعني ممتازة جدا. جيت هنا تعلمت لغة إنجليزية ودرست، درست الجي سي إي الشهادة العامة، وبعدين المعمارية، ودربت ودرست شهادات إضافية أخرى بالإدارة أعمال أيضا، Business Administration ومانجمنت، وبنيت صممت وأشرفت على ما لا يقل عن 400 مشروع في بريطانيا والخليج، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، والآن إن شاء الله بادي بالعراق. شنو هي أبرز هالمشاريع؟ في كثير منها منشورة بالصحف، مثل حدائق النسيم في الدوحة في قطر، وبيت جاسم صفار الأحمر يسموه في البحرين، وسوق الذهب في قطر، ومحطة الكهرباء إلى أحد الشيوخ في قطر، محطة البترول، وكذلك صممت بناء صرح الجلد المجهول في ساحة الفردوس قبل سنة ونص. تواصلك مع المهندسين والمعماريين العراقيين يعني سواء في بريطانيا أو في داخل العراق شلونها؟ في بريطانيا جيد جدا، وفي العراق ممتاز، لأن آخر المواصلة مع المعماريين في العراق هي دعوة من قبل أمانة بغداد وجامعة بغداد إلى مؤتمر يسموه PRICC، اللي هو المحافظة على مراكز المدن العراقية، وأنا اشتركت به وأعطيت محاضرة عن المدن العراقية الجديدة New Cities for Iraq، وهذه المحاضرة لاقت كما يبدو لاقت قبول كثير من المعماريين ومن المدارس المعمارية، وخاصة المدرسة التكنولوجية والقسم المعماري وجامعة بغداد قسم المعماري وجامعة النهرين قسم المعماري، وفعلا دعوني وألقيت المحاضرة لهم.
انتم يعني كمهندسين سواء في العراق او في خارج العراق، يعني الهندسه هي فن وتطور وعمران وبناء، لما تسمعون شيء في العراق يعني مثلا قنبله انفجرت او عمل تخريبي يستهدف المؤسسات او المنشات الحكوميه، اكيد تتاثرون بها، شلون يعني تواجهون يعني هذه الاخبار؟ بصراحه نتاثر جدا، ولكن أنا شخصيا أكره الإرهاب وأكره السيطرة بالقوة، لأن صفتي حر وديمقراطي وأحافظ وأحب حقوق المحافظة على حقوق الإنسان وحكم القانون. فألاحظ هاي التفجيرات وتأذية الناس، أموال الناس وأرواحهم وخاصة الأبرياء منهم، يجعلني أتقزز كإنسان، بس بنفس الوقت يعطيني دفعة أن أحارب هذول المخربين والإرهابيين، ويعطيني قوة لل to defy them، يعني to hell with them، ما يقدرون يسيطرون على رأي الشعب. سفرتك اليوم شلون كانت؟ حلوة؟ السفرة جميلة جدا، والتقيت مع ناس طيبين، وأنا أشكركم على تغطية هاي السفرة بكوني عضو قديم في جمعية الكندي للمهندسين. رسل طالبة كلية الهندسة قسم المعمار، حبيت تحكي لي عن رحلتكم مع جمعية الكندي للمهندسين، بما انت طالبة في نفس المجال، خصوصا الويند ميل شلون شفتي والكهوف ومنطقة تشيدر غورج شلون شفتيها؟ والله ثبتنا انه اليوم الرحلة الويند ميل قالونا، يعني حكي الاستاذ انه ما طولوا بس 3 ايام شكلوها وسووها، يعني شوية مرات ان شاء الله انه هذه 3 ايام يعني انقهر مره على الوضع بالعراق، ان شاء الله انه احنا هم هاي التكنولوجيا ندبرها بالعراق ونحصل السولار بانلز ونجيب الويند ميلز، والهم 3 ايام نسجل عندنا الفلوس عندنا الكميات، فهذا الاهم شيء. انت قلتي يعني ولادتك وطفولتك في المانيا؟ انا ولدت بالعراق بس من صار لي يعني 16 سنه بالمانيا، وصار لي فت 6 سنين ببريطانيا. بس سافرتي للعراق ولا صار يعني فترة طويلة؟ اي نعم سافرت للعراق 2005، بس مع الأسف هواية خراب شفت، ومو الصورة اللي شفت يعني كانت تعجبني أشوفها، بس إن شاء الله شوية شوية نرجع هناك واحد يلزم إيد ثاني ونبني ان شاء الله. اكيد كطالبه هندسه معماريه اكيد تحلمين ببناء بلدك، يعني خصوصا تشوفين الدمار والخراب اللي يصير بالعراق، يعني وانت في بلد مثل بريطانيا تحلمين انه تبنين وتعمرين بهذا البلد، اكيد تتاثرين بالاخبار المحلوه اللي تسمعيها عن العراق، مو صحيح؟ اكيد احنا هذا كل التعب والدراسه اكيد انه نريد نرجع، يعني دائما اقول العراق هسه ورقه بيضاء ناخذ القلم ونرسم بيها، يعني نرسم نبدي نبلش بيها، بس ان شاء الله يعني احنا هواي عندنا مهندسين هنا، هواي سيفل انجينيرز اركيتكتس وهواي من الانواع، فالى ناخذ واحد ايد بايد ونرجع ونرسم هذا البلد يصير احلى بلد بالعالم. يعني
سيد راضي الأسدي، أنت ما لك علاقة بجمعية المهندسين والهندسة، بس أنت ضيف كنت في سفرة هذا اليوم. هم متكرمين علي يعني، وأعزاء أخوة أعزاء من زمان هنا أحضنوني في لندن، يعني معرفتهم فادتني نفعتني كثيرة، لأنه أنا قليل اللغة بالإنجليزية وقليل المعرفة، فمتكرمين يعني. صار لك فترة طويلة مغترب؟ هنا أنا صار لي 3 سنوات. جديد انت طلعت من العراق؟ نعم. واهلك وياك ولا لا؟ اي زوجتي وياي. نعم اهلي وياي. واولادك؟ اولادي تهجروا معايا صاروا بالسويد، هسه 2 عندي بالسويد، وواحد تهجر صار بالصين، وواحد ما اعرف وين، وبنيه بالعراق. ايه. وحياتك بالغربه يعني انت جديد على الغربه، شلونها؟ حياتي بالغربه كانت يعني شو اقول لك، بهاي 3 سنوات جدا صعبه علي كلش، لانه صعوبه للتاقلم، لانه بدون عمل بدون هاي يعني شوي صعبه. وضع العراق هسه شلون تشوفه يعني من تسمع اخبار العراق؟ ما دا اشوفه زين يعني، ما دا اشوفه زين برايي ابدا، ما دا اشوفه زين، ما دا اشوف يعني على الوالو متحسن العراق هسه نصير هناك، ولكن ما دا اشوف. حصلت على اقامه في هذا البلد ولا لا؟ حصلت على الاقامه الحمد لله، فمن اول ما اجيت خلف الله عليهم هنا احتفظوني وحصلت على اقامه. تونست بالسفره اليوم بالكهوف بالويند ميل، شفتها حلوه كانت يعني؟ اصلا الجو اليوم حلو يعني؟ الحمد لله الجو حلو بوجودكم طبعا وبوجود البغداديه والحمد لله يعني، والوجوه هاي الحلوه يعني هاي فد شيء نصر لي يعني اعتبره.